ان شاء الله الحلقه ان شاء الله تعدي. بداية خير. ها نعم فضيله، بس خلينا نقول ليش ضحك يعني عن القمصان. جبار كان لو قاعدين جايب لابس اخضر انا صدق هذا ردن، هذا نصر ردن. زين بالمناسبه زي منتخبنا الوطني بمواجهه الارجنتين سيكون الزي الاخضر اللي اليوم ضيوفي اتفقوا دعما للمنتخب الوطني فارتدوا هذا اللون. خوش تخريجي، ماكو غير هذا الحد. ايش اسوي؟ لا بالعكس انا فخر انه ندعم المنتخب الاولمبي بعد غدين ان شاء الله، الله يوفقهم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب نتيجه ايجابيه حتى يتصدرون المجموعه. حكيت بطريقه رسميه حتى تضيع السالفه مالكم. ما في اشياء اتفقت له هيك عفويه. لا والله والله جيد، حياكم الله. عبودي موسم جيد مع كربلاء، بالاخير ضمن هذا النادي البقاء، شلون كان هذا الموسم بالنسبه لك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تعرفوا اللي المطار